كنت سعيدة بحلقتك معنا الليلة. جد سعيدة، جد سعيدة بالعكس. أنا كان الشرط الوحيد ديالي أنني يكون برنامج سبونتاني، وحسيت براسي بحراني في داري. مرحبا بك. مع وليدتنا، مع أخوتنا. شكرا لكل التقنيين، شكرا لكل الحضور، شكرا لكل حضر كبير وصغير، شكرا لكم شباب المغرب، شكرا للمغرب، شكرا لصاحب الجلالة اللي حييتنا واللي شجعتنا واللي عطيتنا نفس باش أننا نكونوا عايشين في بلد شاب باش يخلق شباب بحال هذا. شكرا لك لطيفة رأفت لأنك نورتينا ابتسام تسقى. شكرا لك. شكرا مامي، كان بغي نقول لها الفنانة الكبيرة القدوة ديالي، كان بغي نقول لها أي حاجة ولكن كان اختصرها في مامي، لأن بصح كان حسها أمي الثانية، كان حس فيها الحنان وكتشجعنا. شكرا لانه دعيتيني اليوم باش نكون معك، كان لي الشرف كبير. شكرا للجمهور اللي شجعنا، وشكرا للفرقه الموسيقيه، وشكرا لكم كاملين، وشكرا لك اكيد. مرحبا. مرسي. مرحبا. شكرا لكل الناس اللي تابعونا وسهروا معنا حتى دابا على قناتكم الاولى. تحيه خاصه للجمهور اللي كان منورنا، شكرا لكم. تحياتنا. تحياتنا للفرقه الموسيقيه برئاسه سير كراكي، وتحياتي الخاصه لكل طاقم البرنامج. تحية خاصة أيضا لكم أنتم مشاهدي القناة الأولى. تغريداتنا كيف مجرت العادة مازال مستمرة مع نجوم عالم الغناء. نتمنى أنكم تكونوا فرحانين بتواجدكم معنا، ونختموها بمغيارة. ما كيش بخير من مغيارة، تبقوا على خير.
Thank you.